أيضا صورة لأحد الملثمين اللي تم قتله، كان في مظاهرة لأنصار الإخوان وكان ملثم وبيحمل سلاح زي ما قال لنا اللواء عبد الفتاح عثمان وتم قتله. هذه هي صورة هذا الملثم، تماما يبدو هيئته، تبدو هيئته زي هيئة الواقفين دلوقتي أمام حضرتك في الشاشة، في الشاشة وبيتكلموا. يعني هل في صلة بين الاثنين؟ أنا أقول لحضرتك إن الداخلية عندها تقصير في بعض الأعمال. أول حاجة، هذا الشخص لو أعلنت صورته كتير جدا